طيب احب نرحب بحضراتكم مره ثانيه، وزي ما كنا نوهنا كده لو هنتكلم بقى عن دور واهميه لجان النادي الاهلي، بالتاكيد هنتكلم هنا عن لجنه مهمه وهي لجنه ذوي الهمم. ازاي تم اعاده هيكلتها وايه كمان الفعاليات اللي بيقوموا بيها، وعايزين نعرف تفاصيل اكتر كمان فكره هنا يعني المواكبه مع سياسات الدوله والاهتمام بهذه الفئه. خلينا نعرف اكتر. بس نرحب بدكتور دينا محسن رئيس لجنه ذوي الهمم بالنادي الاهلي. صباح الخير. صباح الخير بجد، يعني شغل محترم من اللجان المختلفه. اهلا بيك. الله ينور يا دكتور. وعايز اقول لك كمان الى جانب يعني الجزء اللي هو ايه متعلق بطبيعه وجود حضرتك وترأسك لهذه اللجنه، ربنا يجعل كل اللي بتعملوه في ميزان حسناتكم. صحيح، انتوا بتعملوا حاجه في منتهى الانسانيه وفي منتهى الاحترام وفي منتهى الرحمه، كنا مفتقدينها لفترات طويله سابقا. طبعا. فحضرتك مبدئيا شايفه ايه اللي استجد على المجتمع تحديدا فيما يتعلق بنظرته لاصحاب الهمم؟ تمام. طيب، هو صراحه الموضوع ابتدى لما طلع قانون رقم 10 سنه 2018، القانون اللي هو بتاع حقوق ذوي الاعاقه في مصر. يمكن كده كان في ممكن اهتمام وفكره الدمج يعني موجوده، بس بمجرد ظهور الاعلان ده وكان في اهتمام رئاسي كبير جدا من الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، وحتى سمى 2018 ده عام الإعاقة، ابتدى من ساعتها كل الدولة، كل مؤسسات الدولة، وأنا طبعا بعتبر النادي الأهلي جزء كبير جدا من الدولة، ياخد نفس المنهاج إن احنا نهتم بيهم، نهتم نشوف هما محتاجين إيه، ندعمهم. تغيير إن احنا بدأ في تغيير من فكرة الإعاقة كمرض من النظرة الطبية للإعاقة إلى النظرة المجتمعية، إن إحنا إزاي نبص لهم اجتماعيا إن هم أشخاص زينا زيهم، بس ممكن يكونوا محتاجين تولز عشان تسبورت، إن إحنا نسبورت بيها حياتهم، تساعد بيها حياتهم، يمشوا حياتهم بشكل ممكن مختلف شوية، لكن هم أشخاص ليهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، وموضوع النظرة الطبية ده بدأ يتراجع للخلف. كويس جدا. لو هنتكلم بقى من البدايه لو تسمحي لي، يعني عددهم في مصر اعتقد دلوقتي يعني بقى ازيد من 10 مليون اعتقد، وزي ما بنتكلم هم يعني عدد لا يستهل به، ما اقدرش اقول حتى ان هم فئه، هم يعني جزء هم من هذا المجتمع. صح. كبير جدا، وفي نفس الوقت في منهم ابطال وفي منهم اصحاب مهن محترمه و الى اخره، بالاضافه زي ما حضرتك قلتي يعني دستور 2014 اللي اعطى حقوق غير مسبوقه بصراحه ليهم، مكنهم اكتر في المجتمع ودمجهم اكتر في المجتمع، بس لسه فاضل بقى، وقلنا انا وكريم النقطه دي النظره المجتمعيه والوعي والثقافه في الشارع. صح. هما دلوقتي العدد وصل ل 15% تقريبا من تعداد السكان، بالاضافه ان القانون فيه انواع اخرى من الاعاقات او بيدرج حاجات معينه ما كانتش موجوده قبل كده، زي مثلا امراض الدم، بعض انواع امراض الدم وبعض الامراض النفسيه بقت تدرج تبع الاعاقات، فده طبعا مزود النسبه. دي اول مره اسمعها المعلومه دي. يعني في العموم بعض الامراض النفسيه لاي شخص. أيوة. ممكن ان هي تندرج تحت الاعاقات. اي انسان ممكن في وقت من الاوقات او في لحظه يجي له حاجه تعيقه عن اداء المهام الحياتيه العاديه فهو يعتبر شخص معاق. على فكره لو احنا عندنا في الجامعه، انا لسه هتكلم عن الشغل اللي انا ماسكاه اصلا، بس في الجامعه مثلا لو الطالب وقع ورجليه اتكسرت او حصل اي كسر فهو او ايديه مثلا، فهو مثلا في الامتحانات مش هيدخل يكتب زي الطالب العادي، هو محتاج ادوات مساعده، فبنعتبرها اعاقات مؤقته. ففي اعاقات مؤقته، في امراض دم، في اولاد ممكن يحتاجوا وقت اطول في اللجان، في اولاد ممكن يغمى عليها فجاه، فكل ده لازم يتحط في الحسبان، يبقى شكل مسستم، يعني نبقى في سيستم ان الولاد دولت او الناس دي محتاجه بعض الحاجات المساعده في اوقات معينه. كويس قوي. جميل. طيب عايزين نعرف بقى يعني ولو بشكل مختصر كده خلفيه وجود حضرتك في اللجنه دي وكيفيه اختيارك كرئيسه ليها، وبعدين يعني اليه الشغل عندكم يعني بتمشي ازاي؟ هل بتقعدوا مثلا في بدايه كل موسم مثلا زي كرة القدم كده، يعني في بداية الموسم بتقولوا احنا عايزين نعمل مثلا او نشتغل على الحاجات الفلانية، عايزين نعمل كذا وكذا وكذا، ولا الامور بتمشي ازاي في اللجنة؟ انا في الاول انا كنت عضوة في لجنة المرأة، بعد كده لما تم انشاء لجنة الطفل بقيت عضوة فيها، بعد كده لما باشمهندس وليد مبروك عرف طبيعة شغلي عمل معايا انترفيو على ان انا امسك
لجنه ذوي الهمم، وكان ساعتها الدكتور محمد فتحي هو اللي كان ماسك اللجنه قبل كده، كان اعتذر وبعض واعتذر معاه بعض اعضاء اللجنه القدامى. انا طبيعه شغلي انا مدير برنامج الاعاقه في اميديس. البرنامج ده حياه حضرتك بالكامل منصبه على الملف ده، مش مجرد بتراسي لجنه يعني، ده موضوع كبير، ده حياتي فعلا كلها. البرنامج ده ممول من يو اس ايد، وهو بيشتغل على انشاء مراكز لخدمه الطلبه ذوي الاعاقه في الجامعات الحكوميه. المراكز دي بتهتم ان احنا بتغير سياسات القبول للطلبه في الجامعه، بتحاول تسهل حياتهم الجامعيه، بنحاول ان احنا ننشر الوعي لدكاتره الجامعه، بنحاول ان احنا نخليهم يمروا بحياه جامعيه ناجحه ونأهلهم بعد كده لسوق العمل. فلما باشمهندس وليد عرف طبيعه شغلي عمل معايا انترفيو، وطبعا اتقابلت مع اعضاء اللجنه العليا للجان كلهم وعرضوا الموضوع على مجلس الاداره، وبعد الموافقه مسكت بقيت رئيس اللجنه. اللجنه زي ما قلت كان فيها اوريدي كانت منشاه قبل كده، بس كان حاصل فيها اعتذارات، فبدأنا نعمل حاجة زي إعادة هيكلة للجنة. كملنا العدد لل 15، رعينا النسبة بتاعة الشباب اللي موجودة اللي هي 50%. بقى عندنا في اللجنة جزء منهم، جزء من الناس اللي في اللجنة أعضاء اللجنة عندهم خبرة في مجال الإعاقة وخبرة في التعامل مع الولاد دولت، والجزء الثاني من الشباب اللي بيساعدنا في الأنشطة وفي تنفيذ الأهداف بتاعتنا. إحنا اجتمعنا بعد ما حصل إعادة الهيكلة دي، اجتمعنا واتفقنا على الافكار والرساله بتاعتنا، وحطينا الخطه اللي هنمشي عليها ان شاء الله الفتره الجايه كلها. وطبعا بيبقى في تواصل على طول بينا عن طريق جروب واتساب، او بنتقابل على طول في النادي ان احنا بنتناقش بقى. طيب لان احنا في انشطه لسه هتكلم عنها، هي مش نشاط يوم واحد، هي مستمره. فاحنا كل شويه بنتقابل نشوف ايه التشالنجز اللي موجوده في النشاط ده، محتاجين نزود ايه، محتاجين نعمل ايه. طيب لو اتكلمنا يعني بره القصه دي شويه او التفصيله دي شويه، وسالتك عن ازاي ممكن ان انا مش بس يعني اركز مع الاطفال دي، لا انا عايزه كمان اركز مع الاهالي ومع الناس اللي بيتعاملوا بقى معاهم. يعني لان بصي دايما الموضوع ما بيبقاش وان واي زي ما بتقال، انا باهل الطفل وبساعده كل حاجه، بس المحيط اللي حواليه بيأثر بشكل كبير، وفي ناس ما عندهاش هذه المسؤوليه يعني. طبعا هو فعلا زي ما انت قلتي يا هند ان هو الموضوع مسؤوليه مجتمعيه، واحنا الانشطه اللي احنا بنعملها على سكيل الولاد نفسهم، بنحاول ان احنا نعمل حاجات تنمي مهاراتهم، وعلى سكيل اولياء الامور ان احنا بنحاول نقدم لهم الدعم النفسي او نشوف هم محتاجين ايه او عايزين ايه، او بنساعدهم بنسهل لهم بعض الحاجات اللي نقدر نساعدهم فيها. وطبعا في جزء من الخطه بتاعتنا هيبقى في ان احنا زي بننشر رساله معينه لاعضاء النادي الاهلي بما انهم جزء من المجتمع، بننشر رساله عن ايه هي الاعاقه وازاي نفكر فيهم وازاي نفكر فيها، والتعريف زي ما قلت اللي هو النقل من الحته الطبيه للحته المجتمعيه. بس انا جزء من سؤالي عايزه برضو هربطه بكلام حضرتك، هو في اهالي هم اللي عندهم مشاكل مثلا هم من اصحاب الهمم؟ لان انا شفت ده كتير، بيبقى اولادهم سلام لكن هم اللي عندهم مشاكل يعني، فبرضو ده بيتم تداركه ازاي؟ هو احنا في النادي يعني لحد دلوقتي انا ما جاليش حد الحاله دي مش موجوده عندنا. معظمهم بيبقوا شباب اللي هو في سن الجامعه او سن اصغر شويه، لسه ما جاتش حاله زي كده. بس ان جات لنا حاله زي كده فانا زي ما قلت لك هو في جزء احنا عاملينه ورش دعم نفسي سواء لاولياء الامور او للناس نفسها اللي هي عندها اعاقات. حلو قوي. سمعنا ان في بروفات لمسرحيه، صح كده؟ صح. يعني حاليا بيتم اجراء هذه البروفات، ايه خلفيه الموضوع ده؟ طيب احنا الاول كان ده من ضمن نشاط من ضمن الانشطه اللي احنا الخطه بتاعتنا ان شاء الله. خلينا نبتدي الاول قبل موضوع المسرحيه، ان انا هربط بس كلام هوند اللي هو احنا عملنا فيديو في الاول، وده كان من ضمن برضو الخطه بتاعتنا، فيديو تعريفي برساله اللجنه وبان هو احنا عايزين نعمل ايه، احنا جايين نعمل ايه يا جماعه. ان الاعاقه دي في مفيش شخص معاق لكن في مجتمع معيق. الله، حلوه قوي الجمله دي زي رساله اللجنه دي. حلوه قوي. الشخص معاق في مجتمع معاق، سواء الاعاقه دي كانت فيزيكال يعني مثلا انا نفسي لو مثلا لو حد حامل، لو حد بيت في السن شويه ممكن الطريق ما يبقاش ممهد كفايه ان هو يقدر يمشي فيه، ما يقدرش يطلع سلم، فلازم يكون في رامبات. ففي جزء من الاتاحه هي اتاحه فيزيكال للمباني، وفي جزء مجتمعي. فالمجتمع هو اللي معيق، احنا بنحاول نصلح المجتمع عشان الناس دي تقدر تعيش وتتعايش فيه بسلام.
تاني نشاط كان موضوع المسرح. هو ما كانش مسرح في الاول، هو كان عاملينها ورشه اكتشاف مواهب. معانا اثنين مخرجين عظام، انا لازم اقول اسمهم صراحه لانهم عاملين مجهود جبار، استاذ فيصل الشناوي المخرج واستاذ احمد عواد مساعد المخرج. دول مخرجين متطوعين، في منهم واحد عضو بالنادي الاهلي. دول عملنا، احنا عملنا ورشه اكتشاف مواهب عشان نشوف الولاد دولت، لان احنا ما كناش شفناهم ولا قابلناهم، عايزين نعرف ايه اللي ممكن ينفع. هنشتغل معاهم ايه بالظبط؟ هنشتغل معاهم تصوير، تمثيل، رسم. حبينا الاول ان احنا نعمل جلسه تعريفيه، وبعد الجلسه التعريفيه دي اكتشفنا ان الولاد عندها قدرات حلوه جدا، وان احنا نقدر نطوع القدرات دي ونشتغل بيهم مسرح. المسرح ده مش مجرد مسرحيه بتعمل وخلاص، لا، ده حقيقي. هو احنا بنشتغل مرتين في الاسبوع، وان شاء الله في عرض مسرحي ناويين ان احنا نعمله في شهر 10 ان شاء الله. الولاد دولت بيتعمل معاهم فعلا شغل جبار. القصه مش قصه مسرح وبس، لا، قصه ان هي تنميه مهارات، تعزيز الثقه بالنفس كمان، الثقه بالنفس ان هم يقدروا يعبروا بالظبط، ان هم يقدروا يعبروا عن اللي جواهم، يعبروا عن نفسهم. الموضوع بقى فيه جو اسري جميل جدا، لان احنا كمان الولاد واولياء الامور بيحضروا الورش دي. فالورش دي كمان فيها استعراضات، يعني في جزء استعراضات عاملينه، جايبين مدرب استعراضات متطوع بيدرب الولاد عليها، وفي جزء كورال، وعضوة اللجنة أستاذة مي جلال هي اللي ماسكة تدريب الولاد على حتة الكورال دي، والجزء بتاع اللي هو التمثيل. نحنا بنحفظهم الجمل، بنحفظهم الحركة المسرحية، بندربهم زي ما قلنا إن هما زي يواجهوا، يقدروا يعبروا عن نفسهم ويواجهوا المجتمع. وفي برضو نشاط رياضي وغيره. يعني احنا اللجنة يعني مسؤولة عن الشق الاجتماعي والنفسي كده كده. النادي طبعا من الاول مهتم جدا بالقضية دي، كابتن محمود الخطيب ده لسه كنت هقول لك فعلا بالظبط، هو مهتم جدا كمان بهذه الفئة، يعني جدا بالملف ده بالظبط. بالظبط، هو زي ما انا قلت في الاول، هو الجزء النادي الاهلي جزء كبير جدا من الدولة، بالنسبة لي انا هو الدولة كلها. فهو ماشي مع نفس توجهات الدولة المصرية، اهتم بيهم جدا، والاهتمام ده باين في الشق الرياضي. الولاد دول في منهم كتير جدا محققين بطولات، محققين ارقام معانا هنا كمان، محققين ارقام كبيره جدا في السباحه او في الكاراتيه. احنا جينا اللجنه بنكمل الحته بتاعه الشق الاجتماعي بقى والنفسي. حلو جدا. برضو من ضمن القصور في نظره المجتمع لاصحاب الهمم او لاصحاب الاعاقه، يعني من ضمن اشكالها المختلفه، ان ممكن حضرتك مثلا تبقي رايحه مثلا مول كبير، ففي جزء كبير من مثلا جزء يعني من الباركينج مخصص لسيارات اصحاب الهمم، ويبقى في علامه كبيره جدا بتقول كده، فتلاقي واحد بمنتهى الرزاله دخل وركن في المكان ده. دي ثقافه فعلا. والله العظيم الهواد تقني الالعاب بقى، ممكن مثلا في وسائل المواصلات تلاقي برضو مثلا في كرسي المفروض ان هو مخصص للفئه دي، وحد يعني بسم الله مش ايقونه للصحه المتكامله قاعد هو على الكرسي ده. طب ازاي نعمل ايه عشان النوع ده من الاداء يتغير، ونظره الناس وبالتالي طريقه تعاملها مع اصحاب الهمم هي كمان تتغير؟ ايه اللي ناقصنا؟ انا شايفه قصه الوعي ده بيجي من حاجات كتير، او من اساس الحاجات دي الاعلام. الاعلام له دور كبير قوي صراحه في الموضوع ده، ان احنا ننشر رسائل على طول، زي ما احنا برضو جزء من الخطه بتاعتنا ان احنا هنعمل زي يعني زي الفيديو اللي احنا عملناه في اول الانشطه، وفي الاخر برضو من ضمن الخطه ان احنا نعمل زي حاجات، مش لازم فيديوهات، ممكن بروشورز، ممكن قعدات مع الناس نعرفهم ايه هي الاعاقه، الناس دي محتاجه ايه. اضيف مع حضرتك حاجه معلش، ويكون في عقوبه، يعني انا مش كفايه عندي ان انا اديك معلومه او مثلا في وعي كويس، لكن في ناس برضو بعد المعلومه والوعي ما بتستفدش او ما بتعملش حاجه. تمام. لازم يطبق عقوبه، اللي زي ما كريم بيقول اللي بيركن في السبوت بتاع ذوي الهمم يتعاقب ويدفع غرامه، ده باي لو بقى خلاص، مش مثلا المول هو اللي مسؤول، ده قانونا. فدي حاجه يعني لازم طبعا تتم، هي يكون في ردع بالظبط. هي قصه فيها شق فعلا قانوني، بيبقى في ردع وجزء مجتمعي، شغل مجتمعي بقى مع بعض. طول ما احنا قاعدين بننشر الوعي بالقضيه، بنأهل الناس ان هم يتعاملوا معاهم ازاي، لان في يعني في زي يعني ناس كتيره منهم حتى دكاتره الجامعه مش عارفين يتعاملوا ازاي. الموضوع بيبقى محتاج ممكن مجهود اكتر، محتاج تولز معينه مختلفه عن الطبيعيه ان احنا نوصل بيها المعلومه ليه. دكتوره دينا، يعني ربنا يقدرك انت وكل اللي معاكي في اللجنه دي على اللي بتعملوه، انتوا بتعملوا حاجه في منتهى الاحترام،
يعني موفقين يا رب ان شاء الله، ودايما نسمع عنكم كل خير. شكرا شكرا، كل التوفيق للجنه ذوي الهمم وكل اللي جنب النادي الاهلي، حقيقي مجهود محترم على الارض بيتم. خلينا نطلع فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.